إلى موضوع آخر وإلى إرهاب الطرقات، حيث توفي 4 أشخاص وأصيب شخص بجروح في حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 20 الرابط بين جلمة وقسنطينة. الحادث وقع في حدود الساعة 4:30 مساء، وذلك إثر اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة نفعية عند مدخل مدينة جلمة. من جهتها تنقلت مصالح الأمن الوطني لمكان الحادث وقامت بمعاينة أولية وفتح التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية. حادث مرور خطير بمدخل ولاية جلمة مدينة جلمة من طريق قسنطينة إلى مدخل مدينة جلمة. يتمثل الحادث في اصطدام خطير بين سيارة أجرة كان على متنها سائق ومرافق له وسيارة سياحية كان فيها 3 شبان. الحادث وقع كان خطير جدا، تمثل في 4 ضحايا متوفين، 3 من سيارة واحدة اللي هي سيارة تروسون من نوع تروسون 5 والمرافق لسيارة الطاكسي متوفي في عين المكان. الحادث أرغم فرقنا من أجل استعمال العتاد من أجل تفكيك السيارة من أجل إخراج الضحايا. الضحايا تم التكفل بهم وتوجيههم إلى المستشفى.